ذلك الانتصار بثلاثة أهداف لهدف، بينما من هنالك أم مصطل فاز بهدفين لهدف. هذا إليس ما خيد من الكرات التي زارت الشباك، مبكرا يطرق البيبان، مبكرا يصل إلى الخشبات الثلاثة. تقدم وانطلاق من الطرف الأيمن، جوناثان كونتيا بنقلة استلام عن طريق إليس بالتمريرة والتسديد. فعلها وإلى الشباك أوصلها، وعن ثاني أهداف المباراة قد أعلن بعد التمريرة التي وصلت من إليس والتسديدة من راشيدوف. راشيدوف راشيدوف راشيدوف، نعم هي من الطرف الأيمن عن طريق جوناثان كونتيا إلى إليس ثم راشيدوف، لا يكذب خبر بمثل هكذا مكان، جعلها تعانق الشباك وأعلن عن الثنائية لمصلحة صقور برزان.